الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذن سنقوم بتغيير بسيط داخل إذن المنيو على اليمين، سنقوم بتصغيره وإعطائه 35 بكسل إن شاء الله. إذن سنذهب إلى المنيو آيكون، ثم نذهب إلى إيماج، ثم سنقوم بتغيير 35 بالنسبة للويلد، بالنسبة للعرض ليكون صغير نسبيا. أما الخاصية الجميلة جدا وهي Justify Content، سنقول Space Around لنجعل الأشياء متجانسة ومتباعدة عن الجوانب وتأخذ حجم الشاشة. وبالتالي عندما سنقوم بتكبير لاحد أصبح عندنا هنا اللوغو وهنا المنيو ثم هناك القائمة. عندما يمرر المستعمل الماوس فوق الروابط سنقوم إن شاء الله بتغيير اللون، وبالتالي سنستعمل خاصية Over، وبالتالي سنذهب إلى الروابط. إذن الروابط لاحظ ULLEA، سنقوم إن شاء الله Control C، ثم سنذهب إلى الكلاس وكنترول في، ثم نقطتان أحبائي الكرام، ثم سنستعمل الخاصية أوفر. الخاصية أوفر يعني عندما يمرر المستعمل الفأرة فوق تلك الروابط أوفر. إذن سنقوم بتبديل اللون وإعطاء أحد الألوان كما تحب. إذن بنفسجي مثلا Red، وهنا أحد الألوان أحد، وعلى سنقوم بتكبير نقوم إن شاء الله بتكبير الخط إن شاء الله قليلا ليظهر جيدا. Font Size، سنذهب إلى الخاصية Font Size، Font Size، وسنحاول إعطاء أحد الأرقام Font Size. Font Size مثلا تخيل أحبائي الكرام مثلا 32 بكسل. إذن سنرى النتائج، هل هناك تغيير؟ 32 بكسل كبير جدا. إذن 22 مقبولة نوعا ما أو أصغر من ذلك قليلا، مثلا مباشر راح 18. إذن نعم ولا ولا كما قلنا الروابط، لنضغط داخل هذه الروابط. إذن يمكن تغيير فونت فاميلي، يمكن تغيير فونت إلى فونت آخر. إذن سنقوم إن شاء الله الذهاب إلى UALA، ثم هنا فونت فاميلي، وسنعطيه الثاني الاختيار الثاني إن شاء الله، ولا سيصبح هنا أحسن أعتقد، ولا يمكن اختيار احد الفونت فاميلي المعروفه جدا، هي بوبين الموجوده داخل جوجل. اذا كنا مرتبطين بالانترنت سنعطيك الكود سورس الخاص بذلك ذلك الفونت اريال سون سيريف. وانا او ساترك هذه الخاصيه عاديه جدا. فوالا، اذا سنقوم ببرمجه الجزء الاوسط داخل الجزء الرئيسي للصفحه، يعني الجزء سنقوم باضافه في الوسط ايقونات التواصل الاجتماعي. اذا كما تلاحظ احبائي الكرام لدينا مثلا لدينا المجلد سيت افياسيون. عندما نذهب الى ايميجز سنقوم ب هناك ايقونات خاصه بالفيسبوك، انستغرام، تويتر، يوتيوب الى غير ذلك. اذا اكس، منصه اكس الى غير ذلك. اذا سنقوم ببرمجه الجزء الخاص ب الجزء الرئيسي. اذا وبالتالي سنضيف ديف كلاس مين، ديف اخرى احبائي الكرام، هاتي ديف سنسميها كلاس برينسيبال، يعني الجزء الوسط برينسيبال. برينسيبال، ثم سنخلق سنحاول ان شاء الله نقوم بخلق ديف تحتوي على
هاتي ديف تحتوي إن شاء الله على أيقونات مواصل التواصل الاجتماعي كلاس ولا أيقون سوسيال ميديا ولا إذن وسنقوم بأنسرسيون أحبي الكرام مجموعة من الصور سورس إذن سورس تساوي إيميجز سا كلاود فيسبوك ثم الثاني أحبي الكرام إيميجز سورس إذن إيميجز انستغرام ايميجز سورس ايميجز ذهب الى تويتر رغم ان تويتر اصبح منصة اكس يمكنك تحميل صورة محينة لتويتر احبة الكرام من اي ام جي سورس EMG ثم سنذهب إلى يوتيوب إذن سنقوم بنفس الأشياء إذن هذه الديف المكونات الموجودة داخل كلاس آيكون سوشيال ميديا سنقوم فليكس ديسبلي فليكس ثم سنجستيفاي كونتنت في الوسط إن شاء الله سنقوم به إذن كما تلاحظ إذن ستكون صور موجودة في ولا كلاس إذن هذه الكلاس سنقوم ب كلاس برينسيبال كنترول اكس سيكون داخل كلاس مين الذي قمنا ببرمجته داخل كلاس مين وبالتالي سيكون هنا ان شاء الله اذا كما تلاحظ اذا وعاء واحد لان الكلاس مين قمنا باعطائه كصوره خلفيه هذا النوعين الذي كما تلاحظ كلاس مين باك جراوند لينير جراديون يعني جميع الاجهزه ستكون فوق هذه الصوره لينير جراديون التي قمنا وبالتالي فان بنيه الشمال ديف واحده اسمها مين اذا جميع العناصر ستوجد داخل لاحظ ديف الاولى ناف ثم ديف برينسيبال هذه الصوره اذا سنقوم بتكبير الاشياء لاحظ هذه الاشياء موجوده على اليسار وبالتالي سنجعل الاشياء تكون في الوسط نفس الفلسفة أحبائي الكرام جميع المحتوى جميع الصور الموجودة داخل هاتي الديف نريد أن تكون متجاوبة مع حجم الشاشة وموضوعة في الوسط وبالتالي سنذهب إلى ستايل ونفعل خاصية ديسبلاي فليكس وبالتالي سنذهب إلى main.css ثم سنقوم بإضافة الكلاس إذا الكلاس هي بسم الله سننقل لكي لا يقع أي إشكال آيكون سوشيال ميديا كنترول سي ثم سنذهب إلى الكلاس ثم زر أيمن ثم هنا ثم سنفعل الخواص أولا خاصية ديسبلاي فليكس وعلى جميلة جدا ديسبلاي فليكس ثم جيستيفاي كونتنت سنقوم بالسنتر لكي تكون في الوسط إن شاء الله إذا كما تلاحظ أصبحت العناصر موجودة في الوسط وعندما نقوم بتصغير حتى الشاشة العناصر ستكون في الوسط إذا سنقوم بإزاحة العناصر هذه العناصر أحبائي الكرام إلى الأسفل وبالتالي سنفعل الخاصية
مارجين توب. إذا سنحاول أن مارجين توب. إذا مارجين توب سنعطيها مثلا 20 بكسل أو أصغر من ذلك، وعلى كبيرة جدا 20 بكسل. إذا يكفي أن تكون عندنا 10 بكسل إن شاء الله، وعلى مقبولة 10 بكسل. أحبائي الكرام، يجب أن يكون عندنا هنا تباعد بين مختلف العناصر الموجودة داخلية، وبالتالي سنذهب إلى الصور ونقوم بتباعدها. لاحظ لنباعد بين هذه الأيقونات قليلا، الأيقونات متلاصقة. الأيقونات هي عبارة عن مجموعة من الصور، إذا سندخل لهذه الصور. إذا للدخول إلى هذه الصور سنقوم بسوشيال ميديا ثم EMG. ما معنى ذلك؟ اذهب لجميع الصور الموجودة داخل أيقون سوشيال ميديا كما هو مبين داخلنا، ادخل إلى جميع الصور EMG الموجودة في هذا الكلاس، وقم بإجراء تباعد داخلي بين العناصر، وبالتالي سنستعمل الخاصية بادين، وسنقوم بإعطائها إن شاء الله 10 بكسل لنرى النتائج. إذا الحمد لله أصبح هناك تباعد بين مختلف العناصر. إذا سنحاول إضافة ديف أخرى. أحبائي الكرام، هذه الديف تحتوي على زر وبحث، مؤشر بحث ليتمكن الزوار من إجراء بعض البحوث. شكرا لكم وإلى اللقاء.